مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحييكم مجددا في هذا المساء في لقاء يتجدد ضمن انطلاقات هذا اليوم في يوم اللقاية وفي انطلاقة شوطنا التاسع وهو الخاص بالإبكار ضمن الأشواط المفتوحة، حيث انطلقت هذه الشعارات من أجل الانتصار ومن أجل النقطة الثمينة في هذا المهرجان، في ختام مهرجان وفي نهائي مهرجان ولي العهد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. أتقدم وأسير مباشرة إلى العاصفة وهجنها التي هبت مبكرا في هذا الشوط الشاهينية، تتقدم وتمثل هجن العاصفة في هذا الشوط ومع أول الانطلاقات غيات الهلال في المتابعة والمسايرة والتضمير، بينما المركز الثاني تصل في تتقدم مع مركز الوصافة ومسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يقدم لنا في التي تتقدم من أجل الانتصار. من تحتل المركز الثاني؟ المركز الثالث أرى شعارك يا أبو فهيد وصل مع شودة فيصل بن فهد بن فيد الهاجري، من يقدم لنا شودة من تحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت هنا وانضمت وتقدمت بلبلة أحمد بن حمد بن حماد العديني، من يصل مع بلبلة في هذه اللحظة مع المركز الرابع. هجن العاصفة أيضا تنضم مع المركز الخامس باسم آخر، تقدم أيضا الشاهينية بمتابعة غياث الهلالي، من يقدم لنا العاصفة؟ الله ياهو من شوط وياهي من شعارات، حضرت أسماء قوية وشعارات الرنانة، شوط يحمل الأعداد ويحمل النوعيات تحضر في هذا الشوط من أجل الانتصار ومسافة 4 كيلومترات، ولكن العودة إلى في التي تنطلق هنا من أجل الانتصار، في التي تنطلق في انطلاقتها القوية التي بدأت مبكرا، في انطلاقتها الاستثنائية التي بدأت مبكرا من عمر هذا الشوط وبدأت تباعد المسافة من أجل الانتصار، بدأت تنطلق وتكون هذا الفارق الذي قد يصعب المهمة على بقية المشاركين في لحظة من لحظات الانطلاق نحو الانتصار. يسير مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي مع في أحد الشعارات القادمة من دولة الإمارات في مهرجان ضخم، في مهرجان كبير تحضر فيه الشعارات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشاركة خليجية وعربية وعالمية وبنقل حي ومباشر لهذا الحدث الرياضي. أيضا سلسبيل التي بدأت تتسلل وتسير نحو المركز الثاني وعينها على الصدارة كالسلسبيل تسير، سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني من يتسلل مع سلسبيل. العاصفة بدأت تصل مع المركز الثاني، هجن العاصفة مع الشاهينية، أيضا أم الزبار وصلت مع سديم محمد بن بخيت بن حميد بن برقان المقارح، وصل مع هجن أم الزبار، تقدمت أيضا الشاهينية، صافي بن زيد بن مرزوق الشمري أيضا وصلت، سمحة أهلال بن حربي بن هلال الأخيالي ووصلت عهد، فايز بن
عمش بن عواد الشمري وصل، وصلوا ابن حايل، ولكن الأقرب حتى هذه اللحظات سلسبيل التي تسللت بسلاسة، التي سارت كالسلسبيل إلى مقدمة الشوط، إلى الإنجاز، إلى الانتصار في اللحظات الأخيرة. سمحة مع المركز الثاني، أهلال بن حربي بن أهلال الأخيالي، ولكن سلسبيل سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني انطلق مع سلسبيل والعصا في الأبطان. أبناء ميدان الشحانية الأشقاء في دولة قطر، ميدان التحدي، يحضرون في هذا المساء، يحضرون مع سلسبيل. هنا عهد مع المركز الثاني، تحاول أن تضع لها بصمة وتسجل عهد آخر مع الانتصارات. هجن العاصفة تحركت مع المركز الثاني، بدأت تقترب أيضا سمحة، ولكن سلسبيل أصدرت الأوامر والتعليمات لسلسبيل من أجل أن تحلق، ولكن سمحة مع المركز الثاني بدأت تقترب في سباق مع الدقائق والثواني، ولكن سلسبيل إلى الانتصار أقرب، إلى القمة أقرب. سلام 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 لمالك هذا الشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني وسلسبيل بطلة هذا الشوط. المركز الثاني سمح هلال بن حربي بن هلال الخيل، المركز الثالث حضرت في الشاينية لهجن العاصفة، والمركز الرابع وصلت في المركز الخامس الظبي ومحمد بن عتيق بن زيتون المهير، المركز الخامس عهد لفايز بن عمش بن عواد الشمري. إذن تهانينا وألف مبروك لمن فاز وانتصر في هذا الشوط، مالكي سلسبيل سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار المستحق. وهنا لقطة التوقيت الزمني ولقطة الإعادة، وهنا لحظة الحضور والوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار. هنا نتابع وإياكم لحظة التوقيت الزمني مع سلسبيل قاطعة مسافة 4 كيلومترات، 6 دقائق 22 ثانية، 49 جزءا من الثانية. سمحة مع المركز الثاني الهلال بن حربي بن هلال الخيلي، 6 دقائق 23 ثانية، 21 جزءا من الثانية. الشاهينية لهجن العاصفة مع المركز الثالث، 6 دقائق 23 ثانية، 89 جزءا من الثانية. هكذا كان التوقيت الزمني للمراكز الثلاثة الأولى، وهكذا كان الشوط. وسلسبيل التي استطاعت أن تخطف الانتصار وتظفر بهذا الشوط وتكون بطلة هذا الشوط في هذه اللحظة الأخيرة من عمر هذا الشوط، بعدما استطاعت أن تصمد إلى الأمتار الأخيرة. أشواطنا مستمرة في هذا المساء، وشوط آخر بصوت أحد الزملاء سوف يوافيكم معنا في الشوط القادم بإذن الله تعالى.